قاعدة جوه المول والجو حر حقيقة. بصراحة أنا مش عارفة أبص فين، يعني أبص على الكاميرا ولا أبص على نفسي على السكرين، ودي حاجة مرويشة شوية بس عادي عادي. الإضاءة كده كويسة ولا أحلى؟ بس أنا ورايا ناس، ورايا ناس، وأنا حاسة إن أنا مطلعة الأغلوب. صباح الفل، عاملين ايه؟ انا اخيرا في 6 اكتوبر، بقالي كتير قوي معرفتش اجي 6 اكتوبر، وبقالي كتير جدا ما عملتش فلوج من مول العرب. انا في مول العرب دلوقتي جاي اقابل ناس صحابي، بس في مين بوينت من الفيديو ده، او يعني حاجة موضوع مهم كده عايزة اتكلم معاكم فيه، وهو الثقة بالنفس وايه الحاجة اللي تعتبر مقياس للثقة بالنفس. فطبعاً بقى في بقية الفيديو كده عشان نزردش مع بعض في موضوع الثقة بالنفس ده. يا لهوي على البوابة دي، وحشتني يا جماعة والله وحشتني. ازيكم؟ عامل ايه؟ احساس غريب ان انا موجودة في مول العرب وضيفة، يعني مش من اهل اكتوبر، صح؟ احساس غريب الحقيقة. انا مستغربة جدا ان انا هتكلم النهاردة عن موضوع الثقة بالنفس والجراءة، او يعني القدرة على ان انت تتكلم قدام ناس و متتكسفش ومتتحركش والحاجات دي. واكشلي انا شخص بيكسف جدا، انا شخص بيكسف حقيقي، يعني قدام الكاميرا انا متأكدة مش حد شايفني، انا شايفة نفسي بس. فانه اتكلم قدام ناس بتوتر، مع اني وانا صغيره كنت بقدم نزاع مدرسيه، وده يدل على شيء، فيدل على ان انا شخص ما بيكسفش، او يعني شخص عنده يعني سن الجراء، في سن الجراء. لما دخلت ثانويه عامه لعبت فولي، بعد الكليه بدات اشتغل يوتيوب او اعمل يوتيوب. فخليني اكلمكم في الحاجات اللي انا شايفه ان هي ممكن تقوي او تزيد من الثقه في النفس. طبعا كل ده من وجهه نظري، انا اول مره اصور بابليك في الشارع كده والناس والدنيا والحاجات، فتلاقوني فينا متوتره بس تمام عادي جدا. انا طبعا هنا في مول العرب جاي اقابل صحابي اللي كانوا معايا في الشغل كنت فيه، بس يعني مبسوطه جدا، وان شاء الله هحاول اقابل كمان مديري الشغل. بالنسبه لموضوع الثقه بالنفس، انت محتاج تسال نفسك سؤال صغير قوي، تفتكر ايه اقوى اختبار الانسان ممكن يمر بيه؟ لو عرفت تجاوب على السؤال ده هتعرف تلاقي مفاتيح الثقه بالنفس. الانسان ممكن يمر بمشاكل كتير قوي، موت شخص عزيز، فقدان حبيب، فقدان اصدقاء، خساره شغل، خساره فلوس، حاجات كتير قوي ممكن تكون سبب في ان البني ادم يتعرض لاختبار او ابتلاء. بس كل الحاجات دي بدون ثقتك في نفسك هتبقى مشاكل كبيره قوي. انا واحده من الناس اللي تعرضت لمشاكل كتير قوي من النوع ده، وانا ما قلتش ان انا واثقه في نفسي بنسبه 100%، بس انا الى حد كبير واثقه في قدراتي، يعني واثقه اني هقدر اعدي الخطوه دي. ليه بقى؟
رقم واحد كل اللي هتشوفه في حياتك اختيار، اختيار خير من ربنا. خلاص قاعدة المفروض انك تؤمن بيها وتسلم بقى، يعني خلاص الموضوع منتهي. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الموضوع منتهي، يعني انت مش محتاج توجع دماغك تفكر مرة واثنين وثلاثة واربعة انا ليه حصل لي خير. كل حاجة انت بتتعرض لها خير، حتى لو هي من اصعب المشاكل اللي انت ممكن تقابلها في حياتك. اي مشكلة احنا بنتحط فيها في حياتنا بنشوف انها الاصعب والاقوى. رقم اثنين، وجيت قلت لحد انا مش عارف اثق في نفسي او ثقتي في نفسي مهتزة او اي حاجة من الحاجات دي، هيقولك جرب وقف قدام المراية، جرب تقف قدام اهلك وتقول موضوع، يعني تعرض موضوع ومشكلة وحل والكلام ده كله، تناقش معاهم وتشوف الدنيا هتاخدك لحد فين. جرب اقعد قدام صحابك. الحقيقة الجملة دي مش كليشين، يعني مش بتتقال كده وخلاص، هي فعلا حقيقة. لو قدرت انك تقف قدام نفسك قدام المراية فترة وتعرض موضوع وتتكلم، طبعا سيبنا من الناس اللي بيقولوا ان ده جنان، هتقدر تعمل كده قدام اهلك، لان يعني اهلك كومفورت زون بالنسبة لك او منطقة امان بالنسبة لك. بعدين انتقل لاصحابك اللي هم برضو منطقة امان. واحدة واحدة ابدأ طور الناس اللي تقف قدامها، زي مثلا مديرك في الشغل، زمايلك في الشغل، حد جديد، ناس ما تعرفهمش، بس واحدة واحدة ناس تسمعك. انا لحد النهاردة بترعد جدا من اي تجمعات بشرية فيها حد انا ما اعرفوش، بتوتر توتر مش طبيعي، وممكن افضل ساكتة لحد الاجتماع ده ما ينتهي. انما وانس انا بدأت احس ان انا مرتاحة في وسط الناس دي، خلاص الموضوع انتهى. فانت برضو نفس الموضوع، اخترع لنفسك منطقة امان علشان تقدر تحس ان انت واثق في نفسك. وده سؤال الفيديو عموما، ايه الحاجة اللي انت شايف ان هي المساعد الرئيسي في ثقتك بنفسك، او ازاي تقدر تخلي نفسك واثق من نفسك؟ اكتبوا تحت في الكومنتات ايه الحاجة اللي انتوا شايفين ان هي ممكن تكون حافز او مساعد ومطور على انك تثق في نفسك. رقم 3، دايما هتسمع كلمة رأي الناس مش مهمة، وكلام الناس هيودينا فين، والناس ما بتسكتش، والناس بتتكلم على طول، ورأي الناس مش مقياس، وكل الكلام ده حقيقي وحطه في دماغك. بس برضه حط في دماغك ان رأي الناس مهم، بس يجي دايما في المقام رقم 3 او 4 او حتى الاخير. المهم ان رأي الناس شيء وحاجة، والدليل على ان احنا لما انا مثلا لما باجي اعمل فيديو على اليوتيوب بيفرق معايا جدا الكومنتات وراي الناس، وانت قلتي الكلام ده صح او انت قلتي الكلام ده غلط، او التصوير عجبنا المره دي، المونتاج حلو، بتستخدمي ايه، او يعني راي الناس مهم، بس مش هو الحافز اللي يخليني اكمل. ثقتي بنفسي هي اللي تخليني اكمل. فلو انت تعتمد على راي الناس في حياتك فيبقى بنسبه 1% او 2% ماكسيمم، اكتر من كده يبقى انت بتخلي الناس تتحكم في حياتك، وانت ما بقاش عندك لا راي ولا بقى عندك فكر ولا بقى عندك اي حاجه تقدر تقدمها للناس او تقدر تقدمها عموما، لان انت بتعتمد على راي الناس اللي هو قولوا لي اعمل ايه من الف لزد. من الف ليه؟ طب وانت هتعمل ايه بقى؟ انت مش مارينيت، انت شخص وبني ادم عادي جدا، من حقك انك تختار وتقرر وتفكر وتعمل كل حاجه. راي الناس بالنسبه لك مجرد مقياس بسيط. حتى اهلك لما حد يقول لك اللي انت عامله ده حلو او وحش منهم، ماشي اعرف منهم ليه، هما برضو اكيد عايزين مصلحتك وبيفكروا في مصلحتك، اعرف منهم ليه، عشان ايه؟ جمع معلومات، جمع افكار، وبعدين صنعتها كلها، اكتبها بالورقة والقلم، وبعدين اقعد فكر وشوف الدنيا هتوديك لحد فين. انما تعتمد بالمقام الاول على رأي الناس هتفشل. لا بجد هتفشل، متقوليش ان في حد في الدنيا ممكن يبقى عايز يفشل، هيصير فشل وحش. اهربوا، اهربوا من اي حاجة ممكن تكون سبب في ان انت تفشل. لا 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 لا، اهرب اهرب يا ياسين، اهرب ربنا معاك. رقم 4، لو انت بتكلم البني ادم اللي قدامك وانت كده هيسمعك، بس تخيل انك ابتسمت. هتفرق، الابتسامة سلاح مهم جدا لكسر حواجز اللي ما بينك وما بين الناس.
انا قلت لك ان اكتر حاجه بتعزز ثقتك في الناس انك تحس ان انت مع ناس عندك ما بينك وما بينهم كومفورت زون او منطقه امان، قادر تتكلم من غير ما تحس ان انت متوتر. فازاي ممكن اكسر الموضوع ده؟ من يبتسم. الابتسامه لطيفه هتفرق معاك، هتلاقي فجاه الناس بدات تتعامل معاك وبقى في تعاون وكلام وهات وخد. جربوها مش هتخسروا حاجه، بس فعلا الابتسامه شيء مهم قوي. النقطه رقم 5، الثقه في النفس بتيجي بالتدريج، ما بتجيش مره واحده. يعني ما تصحاش من النوم بتلاقي نفسك واثق في نفسك. هل انت وثيق من الفوز؟ وثيق من الفوز؟ لا انا وثيق من الفوز، وثيق من الفوز مع احترام لاي حد يعني، ولا تبوله ولا اي حاجه لاخواننا الاشقاء، بس انا وثيق من الفوز. يعني مصر طول عمره معروف بجبروته وبقوته، وانا وثيق من الفوز. خلاص انا قررت ان انا هنط من فوق الجبل. مفيش حد بيصحى من النوم يلاقي نفسه واثق من نفسه، بتحصلش، ما بتحصلش. بتحصل امتى؟ بالتدريج، بتدريب، تدريج وتدريب الاثنين مع بعض، بالسعي والمثابره، واحده واحده. اكسر حاجز الخوف اللي جواك واحده واحده، خطي كل الحاجات اللي بتقف قدامك وبتعطلك على انك تثق في نفسك واحده واحده. كل حاجه هتتحسن وكل حاجه هتبقى احسن. كنت قريت من فتره مش فاكره مين بصراحه اللي كان كاتب، هي كاتبه انجليزيه، كانت كاتبه جملتين كده في المقال تقول لك ايه بقى. Follow your heart. Listen to your inner voice. Stop caring about what others think. Just be yourself. الموضوع سهل، بس محتاج زي ما قلت صبر وعزيمة ومحاولة. نمنا بقى، لو انت تعرضتي لموقف ومحتاجه ان انت تكوني واثقه من نفسك تعملي ايه؟ بكون طبيعيه قد ما اقدر، بحاول اكون نفسي واكون بتصرف في الحاجه اللي تيجي في مالي على طول من غير ما افكر الناس تقول عليا ايه او الناس تشوفني ازاي. تعملي ايه لو عايزه تزودي ثقتك في نفسك؟ تمام، هو انا بحاول اقرا كتير وعلى قد ما اقدر بحاول ان انا انزل تريننج في اماكن وان انا اخد كورسات كتير وكده واطور من نفسي علشان خاطر ابقى حابه نفسي بالشكل اللي انا عايزاه. طيب اخر سؤال، شايفه نفسك جميله؟ اه الحمد لله. بنسبه كام في المية؟ مش عايزاها بنسبه، ما هي جميله بقدر اللي انا شايفاه ان هو خليني اقدر اتعامل يعني مع الناس. شايفه نفسك جميله؟ اه. بنسبه كام في المية؟ كام من 10؟ 100. اديها 100، اديها 100. 100 من 100. وسام القلبي ان شاء الله هتحوش يا ماما. وفي النهاية احب اشكر كل البنات اللي وافقت انها تسجل معايا، وكمان اقول لهم ان انتوا عندكم ثقة بالنفس لان انتوا مميزين جدا، وافكاركم فعلا هتفرق مع كل الناس اللي هيشوفوا الفيديوهات دي. اما بالنسبة للناس اللي رفضت انها تسجل معايا، دي برضو ثقة بالنفس، انك تبقى عارف عايز تعمل ايه او ما تعملش ايه. شكرا ليكم كلكم، وفعلا نفسي اعمل فيديوهات زي دي كتير. لو عجبتكم فكرة الفيديو ان احنا نطرح موضوع وننزل نسأل الناس عليها في الشارع، اكتبولي تحت في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوني في كل مواقع التواصل الاجتماعي. واشوفكم دايما على الف خير، واثقين من نفسكم وناجحين ودايما في تميز. وسلام عليكم.